ان الزمالك اخطأ في اعاده كارترون مره اخرى؟ ما اعتقدش، لان باتشيكو او باشيكو على حد معرفتي يعني القليله يعني، من كان قصه بالنسبه له صعبه، استمراره صعب في نادي الزمالك، لان يعني كان الاداء عليه تحفظات كتيره، تغييراته كانت عليها تحفظات، تشكيل، حاجات كتيره جدا، السيطره على اللعيب، كل هذه الامور كانت صعبه جدا جدا يا كابتن.